إذن أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل، والذي نستضيف من خلال هذا المباشر عاملة النظافة الوحيدة وسط الرجال اللي خدمت من بعد ما توفى الزوج ديالها اللي كان خدام يعني سائق ديال شاحنة النظافة. فرئيس المجلس هنا بجامعة مرسيل فهو اقترح عليها أنها تكون في البلاصة ديال الزوج ديالها، خصوصا أنهم كان عندهم أطفال صغار، وبالتالي فهي جات وخدمت وتحدث، وبطبيعة الحال فهي توفقت في المهمة ديالها بشهادة يعني الرؤساء ديالها اللي كيسهروا عليها، وكذلك بشهادة الناس اللي كتعامل معاهم، وفي الشارع هذا اللي كنتواجدوا فيه اللي كتقوم بالنظافة ديالو. فكل التحية والتقدير للمرأة المغربية المناضلة اللي كتكافح على الأبناء ديالها، وكذلك هي رسالة موجهة للنساء المغربيات اللي يعني تسدوا في وجههم من بعد ما مسوا الأزواج ديالهم، فخصهم يعريو على الدرع ديالهم وينوضوا يخدموا على وليداتهم. أكيد فالمرأة دائما كتنجح في التربية ديال الأطفال ديالها، واليوم النموذج هو أمامكم عاملة نظافة. بطبيعة الحال فهي ناجحة في الحياة ديالها، ولكن عندها مشكل وحيد. نتمنوا أن المحسنين أنهم يتعاونوا معها، نتمنوا أن ذوي القلوب الرحيمة الناس اللي كتفتش أنها تدير خير، فهذا النموذج هو أمامكم. أم من بعد ما كانت خدامة مزيان بخير، فهي للأسف الشديد فهي عندها مشكل في القلب في الشرايين. فنتمنوا إن شاء الله أننا نتعاونوا معها، خصوصا وأن مصاريف العلاج فكتوصل أكثر من 2000 درهم. فيعني الطبيب اللي مشات لعنده فهو عطاها واحد التريتمون ديال 3 شهور مع التحاليل مع يعني المصاريف الاخرى الخاصه بالطبيب، فهي وصلت اكثر من 2000 درهم. واليوم بغات من خلال قناه شوف تبي قناه الشعب انها تخرج باش تكلمنا على هذا المشكل، وكذلك تكلمنا يعني كيفاش البدايات ديالها، تعرفنا براسها شنو الصعوبات اللي جبرت يعني في هذا الدومين هذايا اللي هو خاص ومحتكرينه غير الرجال. تفضل. السلام عليكم، تحيه لكم، تحيه لاي امراه اللي خرجت تخدم، ما المهم تعول على خوها ولا على هذاك تيجيها ولا هذاك، تعول على الله تعالى وعلى راسها وتخرج تخدم. ما لقيت المشكل في الاول انا كنت نخاف في الصباح، اما دابا عندي عادي، حتى شي واحد ما تعدى عليا، حتى شي واحد، كلشي بالعكس، الناس وقفوا معايا وساندوني الشيفان بالعمال النظافه، تحيه ليهم، تحيه الناس مارتين، تحيه الحسن الفلالي، تحيه لشوفتيفي. مهمة لقيت حتى شي صعبه غادا مع الوقت هذيك، ملي دابا الاسعار طلعت وقع لي هذا القلب ديالي، ولا تجي المصاريف ديال الدواء والتخطيط ديال القلب والتحاليل، تيخرج لي 9 التحاليل 8 جاتني شويه قاصحه. تنطلب اي محسن ماشي زعما يعاوني يعطيني ولا شي حاجه، يعير شي علاج من عند شي طبيب تيعرفوه، هو يمشي معايا، هو يوقف معايا، هو هادشي كلشي. علاش حقش عندي 5 الوليدات، الولد الصغير عنده 6 سنين، البنات ما خدامين ما والو، ما في الدار، كلشي جالس، كلشي مني انا، ما عندي حتى شي مدخول من غير هاد الخدمه، والحمد لله. ويلي هادشي اللي وقع لي، اللهم لك الحمد من عند الله، من هادشي ديال القلب. دابا تنطلب هاد الشيء وشي محسن يعاوني في هاد العلاج ديال القلب باش نصيب نقد في هذوك الوليدات. بالنسبه ليك انت واش لقيتي شي صعوبه اول مره باش تخدم كعامله بنظافه؟ كيفاش كانت النظره ديال المجتمع؟ لا، الناس يدوز تقول لي تحيه لك، تقول لي تحيه لك خدامه على وليداتك، تحيه لكل شيء، الناس كاين اللي فرح ليا. حتى شي صعوبه ما لقيتها مع المجتمع، كل شيء زعما تيقول شي عطوني تحية، تيقول لي لا مخزن ولا كل شيء، تيقول لي زعما الوحيدة اللي خرجت تخدم هي أنايا، ما لقيت حتى شي صعبة. الصعبة اللي لقيت هي كنت نخاف الصباح. الزملاء ديالك كيتعاونوا معاك؟ لا، تيتعاونوا، كنت الشفا الله عمرها دار، كنت مريضة وتزيرت في شي حاجة ولادي، تنقول له غنمشي، تيقول لي واخا سيري. العمال ديالنا الدراري إلا كان شي واحد قريب لي بحال هكا تيخدموا معايا، يعاونوني في هذا السيكتور، يعاونوني في هذا السيكتور، ما عندي معاهم حتى شي مشكل. تحيه ليهم من الاول حتى الاخر، حتى شي واحد لا مع المدير ولا مع الشيفان ولا مع حتى شي حاجه، تحيه ليهم وتحيه. يعني كيقدموا لك المساعده؟ المساعده، النصائح هذه اللي ما تنعرفهاش يعطيوها لي، الا كانت شي حاجه يقول لي شنو كاين، ما تلقى حتى شي مشكل، ما تلقى المشكل اللي لقيت هي هادشي ديال قلبي، هادشي اللي كاين، ما زعما باش شي واحد ولا هادي ولا هادي، عمري ما لقيت المشكل في الخدمه. لا، الدار ماشي ديالي، الدار شنقول لك، الدار الوراثه دابا، الدار ماشي ديالي، ويلي الغالب الله. يعني هذا هو المشكل، مجموعه النساء كيكافحوا، هما اللي كيبنيو الديور، تيبنيو في الاخر، في الاخر ملي تيموت الراجل تيخليها للوراثه. دابا انت واش ما عندكش الاولاد ولا عندك؟ لا، انا عندي الاولاد، ماشي ما عنديش، انا عندي 2 اولاد، عندي واحد عنده 15 وواحد عنده 6 سنين. ما عندكش البنات؟ عندي البنات 3.
كاين بعض الزوجات كتبقى كتلقى عندهم غير البنات والمراه هي اليوم في الاخر كيجيو لورا كيجمعوا كل شيء. انا عندي انا كانت عندي واحد المشكل خو داخل معاه في السفلي بالنص والفوق زدت انا شي حاجه بنيتها وانا بنيتها بلا ورقه بلا والو، وهو اصلا عنده جوج بنات وعندي انا جوج ربيبات، عندي جوج بنات ولا نهار اللي تيحيد كل شيء راه كل واحد تيبغي حقه، راه شي حاجه محره ديالي راه ما كاينينش. رحنا دابا حنا ساكنين ما تنخلصوا لا كرا لا والو، خاطر الدار ماشي مصلوحه شي صليح اصلها. دابا الدروج دايره لا مزنكتي كاملين تيشرشروا بالماء، ملي تطيح الشتا كاملين تيشرشروا، ولا باش غنصلحهم ما عنديش ورثه ما هضرتش ما دارتش، ولا ماشي شي حاجه ديالي في اسمي باش غنقول لك انا ديالي، لا من غدا الى مت انا ولادي ما يبقاو في الزنقه، لا حتى شي حاجه ما دايرها ليهم، وهذا الشيء اللي عطى الله اللي تنديرو هي المعيشه باش يلاه تنتكافاو باش ندير من الدار ولا نوقف ولا نهز ما كاينش. وزاد دابا من زاد هذا المرض دابا عاد تزيرات تتشد ديك المانديل تتشد ما تتكفاكش. شحال تقريبا دابا اول فتره العلاج ديالك اللي مشيتي عند الطبيب وعطاك فيها 3 شهور شحال ديال المصاريف؟ انا شغنقول دابا انا في الاول ملي كنت نتخنق ما كنتش عارفه القلب، كنت نقول انا عندي الحساسيه تنخدم في الشارع راه الحساسيه، ملي ديك الشيء اللي تيشدني تنتخنق تنقول الحساسيه عندي الصدر مع البحر مع هادي. مشيت تبعت عند طبيب العام شي شهر، تبعت مع ديال الشركه في الاخر مشيت لديال الصدر في تطوان تبعت معاه ما عرفتش شي 3 شهور، دير طراديات دير هادي دير هادي جيب الدواء، عطاوني الدواء عطاوني الرابوز عطاوني كل شيء، ولتلقى داك الشيء عام تيتزاد. في الاخر فاش فيت عنده قال لي صافي خصك تمشي عند طبيب القلب، رجعت عند طبيب القلب. طبيب القلب دابا عطاني الدواء 3 شهور، عطاني التحاليل، عطاني 9 تحاليل، عطاني التخطيط درتو، عطاني دابا طريطمون ديال الدواء 3 شهور، دابا ضربت شهر ونص باقي ليا شهر ونص. شحال المصاريف ديال هادشي هذا كامل؟ المصاريف راه تجيك بين التحاليل وبين التحاليل وبين الدواء وبين باش دير التخطيط راه تجيك حتى 2000 درهم. تجيك 2000 درهم راه ما تيبقاش لك، يلاه تتخلص الموضة وتخلص الطبيب وتتجلس، باش تصرف ما تتكملش. يعني سابقا ملي كنت شي مريضه يعني كتكفى ديك الاجره ماشي ما تتكفاش، ويلي بنادم غادي تمشي تخدم في الديور تخدم هوك تديباني هوك، دابا ما بقاتش عندي الجهد باش نمشي نخدم في شي بلاصه اخرى، يلا خدامه هاد الخدمه وهكاك وتنكون خدامه وتنتخنق تنجلس للار وديما القرعه ديال الماء معايا ما نقدرش نمشي بلا ما. وجه النداء ديالك المحسنين اللي كلهم الرقم ديال التليفون ديالك 3 ديال المرات. الرقم التليفون ديالي 06 06 74 24 95 40 06 74 24 95 40 06 74 25 40. وجه النداء ديالك تنطلب من شي محسنين الله يكثر خيرهم هي يعاونوني على العلاج ديال القلب. انا ما قلتش لهم عطوني فلوس يمشيو معايا لعند شي طبيب يعالجوني من هذا المرض، من هذا الشيء باش نصيب نقدف ولادي، من ولادي ما عندهم حتى شي واحد الا حيت انا ما كاينش. انا دابا ولا ما دخلتش عليهم بريكه هي الاخره ما كاينش والو، انا اللي عندي انا اللي عندهم من كل شيء من اي حاجه لا مرضو ولا شي حاجه. دابا انا واخا عندي ولدي واحد اخر في فقر الدم دابا انا سامحه فيه وتابعه راسي، هذا الشيء اللي كاين. وتنطلب من اي محسن الله يكثر خيره والله يرحم ليه الوالدين، هذا هو العلاج تنطلب منهم يعالجوني باش نصيب باش نقدم بهذوك الوليدات. ربي يخليك وشكرا. اذا متتبعي قناه شوفتي بي فاللي بغى يتعاون مع السيده ففي عنوان المباشر فكاين رقم الهاتف ديالها يتصل بها، واكيد فان السيده فهي محتاجه للدعم ديالكم خصوصا وانها مكافحه امراه بألف رجل. اذا متتبعي قناه شوفتي بي الى هنا ننهي هذا البث المباشر والى بث اخر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.